بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي وتلميذاتي الأعزاء، يتجدد لقائي بكم اليوم إن شاء الله تعالى لشرح وتصحيح نص تطبيقي دعما وتثبيتا للدروس اللغوية التي درسناها السنة الماضية. إذن سنبدأ أولا بقراءة النص لفهمه، ثم نجيب على الأسئلة المتعلقة به. إذن عنوان النص هو التقليد والفن. قد يكون الشيء المنقول في الحقيقة قبيحا، ولكن صدق التعبير عنه ودقة التصوير فيه ثم التماس المنفعة منه تجعل تقليده جميلا، كالوجه الشتيم يرسمه المصور المبدع بريشته، والخلق الذميم يصوره الشاعر المفرق بقلمه، والملهاة المسرحية موضوعها رذائل الناس ونقائص المجتمع، ولكنها ارتفعت إلى أوج الفن الجميل بتحليلها العميق وتصويرها الدقيق وغايتها النبيلة. فأنت ترى أن التقليد أغلبه لا يثير الإعجاب في نفسك، ولا يشيع إلا باعتماده على الفن، ولا يتحقق الفن جماله ولا متعته إلا بالعظمة في عمله، والسعة في وسائله، والحكمة في غايته. فإذا قلدت الطبيعة أصواتها وألوانها من غير تأليف ولا تنسيق ولا معنى، وسردت بالكلام الموزون حادثة عادية من حوادث اليوم، أخطأ الفن وانزوى عنك الجمال، لأنك صغرت الطبيعة وحقرت الواقع وتعلقت بالتافه. ولو أنك رحت تستقرئ الجمال مفاتنه في الطبيعة أو في الفن أو في الأثر الذي ينشأ فيه ائتلاف الطبيعة والفن، لما وجدتها في غير ما يعلن القوة والوفرة والذكاء مجتمعة أو متوفرة أو متفرقة. نعم، الآن ننتقل إلى أسئلة الفهم والتحليل. ألف، أضع علامة أمام الجواب الصحيح. ما هي نوعية النص؟ هل هي رواية، أقصوصة، رسالة أم مقالة؟ إذن الحصة الماضية فصلنا الحديث عن أنواع النصوص ونوعية النص والتمييز بين النوع والنمط. رأينا أن الرواية هي أن الكاتب يروي لنا أحداثه ويسردها لنا، وتكون طويلة أطول من القصة، والقصة تكون أطول من الأقصوصة. والرسالة تتميز بالتاريخ والمكان والزمان والبسملة وموضوع، يعني موضوع الرسالة والإمضاء، يعني هذه المؤشرات بداية. نعم، إذا بالنسبة خطبة، رأينا أن الخطبة تلقى من طرف الخطيب، إما تكون إما خطبة سياسية أو خطبة دينية التي تلقى يوم الجمعة وفي الأعياد. والمقالة أنها تتحدث عن موضوع قد يكون اجتماعيا أو اقتصاديا أو ظاهرة من الظواهر. هنا يتحدث الكاتب عن التقليد ويتحدث عن الفن. إذن هذا النص هو عبارة عن مقالة. جيد جدا، مقالة. بالنسبة لنا نمط النص، رأينا أن الأنماط إما يكون تفسير، يعني شرح يشرح لنا أشياء تكون مبهبة لدينا، وحجاجي، يعني يقنعنا برأيه بإعطاء الحجة والدليل، ووصفي، يعني يصف لنا ظاهرة من الظواهر أو شخصا أو مكانا. إذن وتفسيري يشرح لنا ويفسر. إذن وسردي يسرد لنا أحداثا. إذن هنا ماذا يقوم الكاتب في هذا النص؟ قد يكون الشيء المنقول في الحقيقة قبيحا، ولكن صدق التعبير. نعم، هو يفسر ويشرح لنا التقليد. نعم، جيد. إذن هو تفسيري. أذكر دلالة العنوان. رأينا العنوان، ندرس العنوان تركيبيا،
ثم دلالياً تركيبياً يعني نقوم بإعراب العنوان. هنا طلب منا دلالة، الدلالة يعني على ماذا يدل هذا العنوان. عنوان النص هو التقليد والفن. نعلم أن التقليد هو اتباع الإنسان لشخص آخر فيما يفعله ويقوم به، أما الفن هو ابتكار واختراع وإبداع وخلق. جيد جدا. إذن ماذا يشير هذا العنوان؟ إلى أن هناك شيئين متناقضين سيتحدث عنه النص. إذن يدل العنوان على أن النص سيتحدث عن، يدل العنوان على أن النص سيتحدث عن شيئين متناقضين هما الابتكار والاختراع والإبداع، وعن التقليد أي اتباع الإنسان غيره فيما يقوم به ويفعله. جيد جدا. انظروا الى النص جيدا. النص يتحدث عن التقليد والفن، وطلب منا سؤال ثالث ضمن اي مجال يندرج هذا النص. اذا راينا المجالات عديدة، حضاري، اقتصادي، فني. اذا هنا النص يتحدث عن الفن. جيد. اذا هو نعم مجال فني. جيد جدا. مجال يتحدث النص، يندرج النص ضمن المجال الفني، يندرج النص ضمن المجال الفني. جيد جدا. إذا السؤال الرابع يقول استخرج من النص ما يقابل المعاني التالية. انظروا إلى النص جيدا. لدينا المحاكاة. إذا هذه الكلمة محاكاة يعني شرحها ومرادفها موجود في النص. إذا ماذا رأينا؟ ما معنى التقليد؟ نعم، إذا يحاكي الشيء يعني يقلده. إذا المحاكاة مرادفها موجود في النص هو التقليد. جيد. إذا رابعا ننتقل إلى السؤال الرابع. رابعا استخرج من النص ما يقابل المعاني التالية. لدينا المحاكاة. يا التقليد موجودة في النص. جيد. عندما يطلب منا استخرج من النص، يعني هذه الكلمة موجودة، شرحها موجود في النص. الكلمة الثانية القبيح، رأينا هنا وتجعل تقليده جميلا كالوجه الشتيم. جيد. إذا الشتيم موجودة هنا وهي القبيح. إذا القبيح مرادفها الموجود في النص هو الشتيم. ت
توخى الفائدة. توخى الفائدة، أين يوجد معنى هذه الكلمة؟ توخى الفائدة. انظروا جيدا إلى النص. تصوير ودقة تصوير فيه، ثم التماس المنفعة. التمس المنفعة يعني توخى الفائدة. توخى الفائدة يعني التمس المنفعة. جيد. خامسا، مع الشرح لدينا أيضا الضد. ما ضد الكلمات التالية؟ إذا الآن ستبحثون أنتم عن ضد الكلمات. إذا ما ضد الذميم؟ الوجه الشتيم. ما معنى الذميم؟ نعم، يذم الشيء يعني يستقبحه. إذا ضد الذميم، نعم، الشيء الجميل. جيد. ضد الذميم الجميل والحميد. نقول الأخلاق الذميمة أو الأخلاق الحميدة. لدينا أيضا ضد رذائل. نعم، الرذيلة ضدها الفضيلة. نعم، الرذائل الرذائل ضدها الفضائل. الوفرة، ما ضد الوفرة؟ توجد الأشياء بوفرة. نعم، وفرة الأشياء يعني قلة وندرة. وفرة ضدها نذرة. جيد. إذن استخرجنا من النص ما يقابل المحاكاة، أي التقليد، القبيح الشتيم، توخى الفائدة التمس المنفعة، ضد الذميم الحميث، الرذائل الفضائل، وفرة نذرة. إذا ننتقل إلى السؤال رقم 5. السؤال رقم 5 يقول: كيف يجعل الفنان المحاكاة فنا جميلا؟ إذا هذا السؤال نجيب عنه من النص. هناك أسئلة نجيب عنها من النص، الفهم، ماذا فهمنا من النص. وهناك أسئلة تتعلق بتحليل النص. رأينا في الحصة الماضية كيف نحلل النص، نبحث عن الألفاظ الدالة، الأفكار، التركيب، الأساليب. الآن سؤال يقول: كيف يجعل الفنان المحاكاة فنا جميلا؟ هنا إذا يجعل تقليده جميلا، كيف ذلك؟ ولكن صدق التعبير عنه ودقة التصوير فيه ثم التماس المنفعة منه، منفعة منه تجعل تقليده جميلا. جيد جدا. إذا نقول يجعل الفنان المحاكاة، خامسا يجعل الفنان المحاكاة فنا جميلا وذلك إذا كان صادقا صادقا في التعبير عنه في التعبير عنه ودقيقا في تصويره.
هذا الجواب موجود في النص. في تصويره ملتمسا المنفعة منه. جيد. السؤال السادس يقول: متى يتحقق الجمال والمتعة في العمل الفني؟ انظروا إلى النص. متى يتحقق الجمال والمتعة في العمل الفني؟ متى تتحقق الجمال؟ إذا ولا يتحقق الفن جماله ومتعته إلا بالعظمة في عمله والسعة في وسائله والحكمة في غايته. جيد جدا. نعم، إذا نقول يتحقق الجمال والمتعة في العمل الفني بالعظمة فيه والسعة في وسائله. والحكمة في غايته. جيد. سابعا، ما هي القيم المستخلصة من النص؟ رأينا أن القيم مستخلصة من النص، هناك قيمة تربوية استفدناها نحن من النص، وهناك قيمة تتعلق بمجال النص. إذن لدينا مجال فني، إذن سنستخلص قيمة فنية ثم قيمة تتعلق بتربوية. نعم، إذن قيمة فنية هي القيم المستخلصة من النص هي قيمة فنية تتجلى في الحث على الخلق والإبداع، والابتكار، وقيمة تربوية تتجلى في وجوب تحلي بالفن. يجب أن نأخذ أن نحسن أذواقنا بالفن. إذا القيمة التربوية تتجلى في تربية الإنسان على الذوق الرفيع. هذا ما يتعلق بأسئلة الفهم والتحليل. ننتقل إلى أسئلة التطبيق. السؤال الأول: أشكل ما تحته خط في النص. كي نشكل هذه الكلمات جيدا يجب أن نقوم بإعرابها وإعراب ما قبلها وما بعدها كي نرى محلها من الإعراب.
لدينا هنا قبيحا، قد يكون الشيء المنقول في الحقيقة قبيحا. إذن هنا كان الشيء هو اسمها متى اكتمل معناها، يعني الخبر يكمل معنى جملة. إذن هو قبيحا، يكون الشيء قبيحا. إذن هنا قبيحا ستكون خبر كان قبيحا. جيد. الكلمة الثانية لدينا كالوجه الشتيم. إذن هنا الكاتب يصف لنا الوجه كيف هو شتيم قبيح. إذن الوجه مجرور والشتيم أيضا مجرور. إذن نعت هنا تعب نعت. الوجه الشتيم. كلمة الثالثة، فأنت ترى أن التقليد أغلبه. إذن التقليد نقول إذن بدل البعض من الكل، ليس التقليد كله أو. إذن هنا رأينا أن البدل يتبع البدل منه في إعرابه. تقليد هنا منصوبة وأغلب هنا منصوبة. إذن وهذا ونوع هذا البدل وبعض من الكل. إذن لدينا بدل الشمال، بدل بعض من الكل، بدل مطابق. هذا النوع هو بدل بعض من الكل، أغلب التقليد، جل وأغلب. نعم ننتقل إلى كلمة الرابعة، ولا يتحقق الفن جماله. إذن جماله. الفن جماله هنا بدل اشتمال. شممت الوردة رائحتها. الفن جماله يتبع ما قبله في رفعه. الفن مرفوع يتحقق ماذا الفن، وجماله أيضا تبعه في رفعه. هذا بالنسبة لي الشكل. سؤال أول. سؤال ثاني يقول استخرج من النص ما تملأ به جدول تالي. نستخرج من النص مذكر حقيقي، مذكر مجازي، مؤنث حقيقي. إذن سنقوم بمراجعة هذا الدرس. لدينا المذكر، هنا رأينا البدل، النعت، رأينا الخبر. الآن ننتقل إلى المذكر الحقيقي والمذكر المجازي. رأينا أن المذكر المؤنث، رأينا مذكر لفظي، مذكر معنوي، مؤنث، مؤنث لفظي. رأينا مؤنث لفظي نتلفظ بالكلمة، هي ليست مؤنثة ولكن تحتوي على علامة التأنيث مثل حمزة، زكريا، يحيى. إذن هي مذكرة، هي المذكر، ولكن نقول مؤنث لفظي لأنها تحتوي على علامة التأنيث. حمزة تاء، زكريا لدينا ألف الممدودة، ولدينا يحيى. إذن هي للمذكر ولكن نقول مؤنث لفظي. المؤنث المعنوي مثل سعاد، ابتسام، هي للمؤنث ولكن لا تحتوي على علامة التأنيث. وعلامة التأنيث رأينا أن التاء المربوطة والألف الممدودة والألف المقصورة. رأينا المؤنث اللفظي والمعنوي مثل فاطمة لديها التاء، مثل بشرى لديها الألف المقصورة، مثل صفاء الألف الممدودة. جيد. إذن من النص نستخرج المذكر الحقيقي. لدينا مذكر ولكنه حقيقي. ما هو المذكر الحقيقي؟ رأينا أن المذكر الحقيقي هو ما يدل على المذكر سواء كان إنسانا أو حيوان. جيد. إذن هنا في النص، وقد يكون الشيء المنقول في الحقيقة قبيحا ولكن صدق التعبير عنه ودقة التصوير فيه والتماس المنفعة تجعل تقليده جميلا كالوجه الشتيم يرسمه هنا المصور. جيد. إذن المصور هنا لدينا مذكر حقيقي. سنرسم جدولا كي نستخرج المذكر الحقيقي والمذكر والمؤنث الحقيقي واللفظي والمعنوي. الصح.
يستخرج من النص ما أملأ به الجدول التالي. إذا وجدنا مصور، المصور كلمة أخرى المبدع. جيد، المبدع. كلمة أخرى ورأينا الشاعر. جيد، الشاعر. الآن ننتقل إلى المذكر المجازي. إذا هنا مذكر حقيقي، مصور شخص، مبدع شخص، شاعر شخص. إذا المذكر مجازي. المذكر المجازي الحقيقي قلنا إنسان أو حيوان، والمجازي لا يدل على الإنسان أو حيوان، سواء كان مذكرا أو مؤنثا، ولكن لا يدل على إنسان ولا حيوان. إذا قد يكون الشيء، إذا لدينا هنا شيء، إذا مذكر شيء، هذا الشيء. إذا هنا الشيء مذكر مجازي لأنه لا يدل على إنسان ولا على حيوان. نعم، قد يكون الشيء المنقول في الحقيقة قبيحا، ولكن صدق التعبير عنه ودقة التصوير. إذن كان نقول هذا التعبير، هذا تعبير، إذن هو شيء التعبير يدل على شيء. التصوير أيضا تجعل تقليده جميلا كالوجه، وجه، إذا لا يدل على وجه. جيد، يكفي. ننتقل إلى مجازي، مؤنث مجازي. إذا ماذا قلنا؟ المؤنث الحقيقي يدل على مؤنث، مؤنثة يعني تكون لديها علامة تأنيث وتدل على إنسان أو حيوان. أما المجازي تحمل علامة تأنيث ولا تدل على إنسان ولا على حيوان. مثال كلمة تحتوي على التاء أو الألف الممدودة أو الصورة، ولكن ليس، لا تدل على إنسان ولا حيوان. مثلا ندور جيدا، ولكن صدق التعبير عنه ودقة التصوير فيه ثم التماس المنفعة. إذا المنفعة لديها التاء مربوطة ولكن لا تدل على إنسان ولا حيوان. المنفعة. جيد، أيضا يرسمها الفنان بريشته، الريشة. إذا الريشة لا تدل لا على إنسان ولا على حيوان. ريشة. جيد، ماذا أيضا؟ في المجتمع المسرحية. جيد، مسرحية. إذا قلنا المذكر حقيقي ما دل على مذكر من إنسان أو حيوان، مذكر مجازي ما دل على مذكر من إنسان لا يدل على الإنسان أو حيوان ولكنه مذكر. مؤنث حقيقي يحمل علامة تأنيث ويدل على المؤنث، ومؤنث مجازي لا يدل على إنسان ولا حيوان ولكنه يحمل علامة التأنيث. ننتقل إلى السؤال الثالث، أتمم الجمل التالية ببدل مناسب.
إذا لا نحتاج الآن نص، سنجيب عن أسئلة، نملأ الفراغ بالإجابة عن الأسئلة التالية. سؤال رقم 3 يقول: أتمم الجمل التالية ببدل مناسب. أتمم الجمل التالية ببدل مناسب. لدينا: نفعني الكتاب، إذا ماذا رأينا عن البدل؟ البدل من التوابع تتبع ما قبلها في الرفع والنصب والجر. إذا بدل، رأينا أنواع البدل: بدل مطابق، بدل بعض من الكل، وبدل اشتمال. جيد جدا. إذا الجملة الأولى تقول: نفعني الكتاب. إذا اختاروا إما بدل مطابق أو اشتمال أو بدل بعض من الكل. إذا نفعني الكتاب، ماذا سنقول؟ موضوعه. جيد. نفعني الكتاب موضوعه. رأيتم، دائما أذكركم عندما نقوم بإجابة على أسئلة التطبيق يجب أن نشكل: نفعني الكتاب موضوعه، لأن الكتاب مرفوع موضوعه أيضا تبعه في الرفع. الجملة الثانية تقول: مررت بأخيك. اختاروا بدل إما مطابق ولا بعض من الكل ولا الشمال، ماذا يلائم هذه الجملة؟ مررت بأخيك عمر، بدل مطابق. مررت بأخيك لدينا أخ مجرورة بالياء لأنها من الأسماء الخمسة، وهنا عمر مجرورة بالفتحة النائبة عكسها لأنها ممنوعة من الصرف على وزن فعل. انتبهوا جيدا إلى هذه الكلمة. ننتقل إلى الكلمة الأخرى: تمتعت بالحديقة. إذا سنختار هل بدل مطابق الاشتمال أم بعض من الكل. تمتعت بالحديقة أزهارها. هنا بدل اشتمال، حديقة مجرورة وأزهار مجرورة، هنا بدل اشتمال. ماذا تشتمل الحديقة على؟ الأزهار والأشجار وأشياء أخرى. جيد جدا. إذا لدينا: أكلت الرغيفة. سنختار هنا بدل بعض من الكل. أكلت الرغيفة نصفه. جيد. ننتقل إلى السؤال الرابع. السؤال الرابع يقول: املأ الفراغ حسب المطلوب. نعت جملة، توكيد معنوي، توكيد لفظي. الجملة الأولى تقول: قرأت رواية. نأتي بنعت جملة. إذا نعت جملة إما يأتي إما على شكل جملة اسمية أو جملة فعلية. إذا رابعا: املأ الفراغ حسب المطلوب. إذا أيضا النعت من التوابع، النعت يتبع المنعوت. جيد جدا. هنا سنختار نعت قرأت رواية، نعت سببي لأن جملة
يأتي بعدها جملة قرأت رواية، جملة تقول رائع رائعا موضوعها، قرأت رواية رائعا رائع موضوعها. رواية رائعا موضوعها. جيد جدا، هنا نعد جملة، جملة اسمية. مبتدأ وخبر، إذن هنا جملة اسمية. نجحت توأماني، هنا نأتي بتوكيد معنوي. نجحت توأماني كلاهما، أيضا التوكيد يتبع المؤكد. كاين توكيد لفظي بتكرار الكلمة سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا، والمعنوي تكون بكلا وكلتا ونفس وعين وجميع. إذا لدينا هنا نجح، جيد. نجح التوأمان كلاهما، هنا لدينا توكيد معنوي، هنا لدينا نعت جملة، أتينا بجملة اسمية. الحذر من فراغ من تلويث الماء، لدينا الحذر، الحذر من تلويث الماء. سنبحث عن نعت توكيد لفظي، توكيد لفظي. ماذا قلنا على التوكيد لفظي؟ بتكرار الكلمة سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا. لدينا الحذر، نقول سنكررها، الحذر، الحذر من تلويث الماء. جيد، الحذر، الحذر من تلويث الماء. هذا بالنسبة للنعت والتوكيد والبدل. رأينا النعت الحقيقي والنعت المجازي، رأينا مذكر حقيقي ومذكر مجازي، رأينا البدل مطابق، بدل اشتمال، بدل بعد من الكل. هذه ظواهر تركيبية درسناها السنة الماضية. ننتقل الآن إلى السؤال الخامس والأخير، والسؤال يقول ضع تمييزا، تمييز، ننتقل الآن إلى التمييز. ضع تمييزا مناسبا في الأمكنة الخالية. خامسا، ضع تمييزا مناسبا في الأمكنة الخالية. لدينا الأسد أشد الحيوانات، إذا تمييز، أيضا رأينا التمييز الملفوظ والتمييز الملحوظ والتمييز، إذا التمييز الملفوظ ماذا رأينا؟ تمييز الوزن والكيل والمساحة والعدد، جيد. والتمييز الملحوظ يكون
على شكل جملة. إذا سؤال يقول الأسد أشد الحيوانات، إذا هنا نبحث عن تمييز ملحوظ. الأسد أشد الحيوانات ماذا؟ افتراسا مثلا. جيد، الأسد شكل. نعم، هذا تمييز ملحوظ. جيد، الجملة الثانية اشتريت بدرهمين كيلوغراما، إذا تمييز ملفوظ منصوب. اشتريت بدرهمين كيلوغراما مثلا جزرا، الأشياء التي توزن. اشتريت الجملة باع الفلاح قنطارا، هنا تمييز ملفوظ مجرور بمن. باع الفلاح قنطارا، نعم جواب هو قنطارا من القمح، لأن هنا نبحث عن تمييز مجرور بمن. باع الفلاح قنطارا من القمح. جيد، ركزوا على الشكل. باع الفلاح قنطارا من القمح. الجملة الأخيرة نبحث عن تمييز ملفوظ مجرور بالإضافة. يأكل علي أوقيتين ماذا؟ ماذا سنتمم؟ مثلا فستق، أوقيتين فستق. يأكل علي جيد جدا. إذن لقد قمنا بمراجعة الظواهر التركيبية المتعلقة بالنعت، البدل، التمييز، التوكيد، المذكر الحقيقي، المذكر المجازي. إذا أتمنى من العلي القدير أن أكون قد شرحت هذا الموضوع جيدا، ومن لديه سؤال فليتفضل بطرحه وسأجيب عنه في الحصة المقبلة إن شاء الله. وإلى حصة مقبلة وإلى اللقاء.